مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر كل يوم. كواليس وتطورات كتيره جدا حدثت على الساحه خلال الساعات القليله الماضيه، هنستعرضها مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه النهارده. كمان هنوضح لكم اخر المستجدات فيها. اما بالنسبه لفقرتنا الحواريه فهيشرفني فيها اللواء مهندس سيد الجابري رئيس الحزب المصري ومن ابطال اكتوبر، واللي هنتكلم معاه عن الحوار الوطني ورؤية الحزب للحوار والأجواء التي تؤدي إلى نجاحه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية. خلونا حضراتكم نروح لأول أخبارنا النهاردة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف والتي أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق، متمنيا أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته. كان الرئيس قد أكد على دعم مصر الكامل للأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ودعا كافة الأطراف العراقية في تغليب المصلحات العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين. مشاهدينا الكرام، لتعليق على هذا الخبر يشرفنا أن يكون معنا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. الحقيقة هناك تصريح اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديره للجهود المخلصة من جميع الأطراف العراقية وأيضا الدعوات للتهدئة ربما في هذا الوضع المحتدم على الأرض العراقية. كيف ترى دور مصر يا فندم في احتواء الأزمات العربية خاصة العراق؟ أراه من عدة زوايا ومن عدة وجهات نظر. فمصر هي الشقيقة الكبرى، أكبر قوة في المنطقة إعدادا، أكبر جيوش في المنطقة وهي حماية لأمن القوم العربي. ثم يعني أنا عشت بداية حياتي الدبلوماسية، هناك اتفاقية مصرية عراقية ليمثل كل من البلدين البلد الآخر إذا لم يكن له تمثيل، وأنا شخصيا كنت أقوم بدور قنصل لمصر وقنصل للعراق في رومانيا. نعم. فاختلطت بالجالية العراقية منذ بدأت العمل الدبلوماسي في الخارج من سنة 64. والمدهش أن الصداقات التي كونتها مع العراقيين منذ ذلك الوقت ما زالت قائمة. نعم. الدرس اللي مصر بتديه هو درس الوحدة الوطنية، وأنني إن كنت من الشمال أو الجنوب، لوني أبيض لوني أسمر، فأنا أنتمي لدولة واحدة هي مصر. ربما ده بتفتقده بعض البلدان الأخرى، نجده بينعكس انعكاس خطأ في السودان في ليبيا، وهو أيضا الانقسامات اللي موجودة في العراق خصوصا بعد الثورة العراقية. هذا أدى إلى أن هناك عراقي سني وعراقي شيعي، وهناك عراقي من أربل، وقسم العراق أو قسم نفسه. طيب يا فندم، حضرتك تطرقت إلى نقطة مهمة جدا وأن العراق ربما في الفترة الأخيرة قسم نفسه، ولكن هناك المعروف أنه يعني هناك العديد من القواعد العشائرية التي ربما تشعل فتيل الأزمة في الفترة السابقة. كيف يمكن لهذه الطوائف مهما اختلفت أن تكون على قواعد من أجل تغليب المصلحة العليا للعراق؟ عدة وسائل. أولا أن نحكم صندوق الانتخابات. نعم. ما يأتي به صندوق الانتخابات نحترمه، وتكون عليه يعني اتفاق أغلبية الأصوات. اثنين، العراق لديه ميزة لكنها تشكل مشكلة، وهي نفس الوضع في ليبيا، أنه ليس بلد فقير، هو بلد بترولي، والبترول يقع في مناطق دون مناطق. نعم. إذا لابد أن نتفق أن الثروة هي ملك العراق الأمة كلها، ويستفيد بها من كان سواء في المنطقة المنتجة أو في غيرها. وكثير من هذه المبادئ طبعا تكون هي نقطة الانطلاق. كلنا عراقيون، كلنا نتبادل الثروة أو نتقاسم الثروة لما فيه صالح البلد كله. ثم نوع من الديمقراطية التي نحتكم فيها إلى صندوق الانتخابات، وأن نمتنع عن السماح
بتدخل أي قوة أجنبية مع طرف دون طرف. طيب يا فندم، كان هناك لقاء أخويا جمع أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من الدول العربية، وكان منها طبعا العراق بحضور القاذمي. كان هناك تصريح للقاذمي تحديدا بضرورة التوجه لبناء شرق أوسط جديد قادر على الحوار وقادر على أن يكون بوابة للقضاء على العنف وعدم الاستقرار. إلى أي مدى يمكن لمثل هذه التطلعات من قبل رئيس الوزراء العراقي أن تجد صداها وأن يكون لها يعني صدى على أرض الواقع خلال الفترة القادمة؟ هو لدينا تجربة ناجحة نعتبرها نقطة بداية جيدة عندما حدثت المشاورات المكثفة بمناسبة المؤتمر جدة الذي حضرته دول الخليج الستة بالإضافة لمصر والعراق والأردن. صحيح. واستطاعوا أن يحققوا جبهة عربية واحدة في مواجهة المقترحات الأمريكية التي جاء بها الرئيس بايدن، وكانت ترشح لنا عدو خطأ. نعم. له لا، العدو هو ليس العدو ليس إيران، لا يملك أي أسلحة دمار شامل. صحيح. ولكن نحن نخشى من العدو الذي يمتلك 300 رأس نووية ولا يمكن ذلك. نعم. أضيف للتسعة الدول التي اجتمعت في جدة، هناك دول إلى حد كبير تقف على أقدامها، تونس، الجزائر، المغرب، يا ليتها تنضم. إذا لدينا أكثر من نصف العالم العربي مستقر. نعم. وهذا النصف عليه مسؤولية أن يوظف جهوده وعلاقاته الطيبة في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في السودان، في الصومال، لكي يشجع هذه الدول على أن تقدم على حياة ديمقراطية يعيش فيها كل المواطنين على قدم المستوى. بالتأكيد. بالتأكيد يا فندم، سعادة السفير جمال بيومي، ربما التجربة المصرية هي خير دليل على يعني سبق مصر في هذا الاتجاه أو في هذا المنحة، وإحنا شفنا أنها قضت بداية على الإرهاب في وقت عصيب جدا، ثم بدأت بمرحلة التنمية، ثم الدعوة إلى الحوار الوطني واللي هنتكلم عنه النهاردة باستفاضة إن شاء الله. إلى أي مدى حضرتك ترى التجربة المصرية ملهمة إلى الدول العربية، خاصة تلك الدول التي تشهد بعض التوتر كاليمن والعراق وليبيا؟ يكفينا دليلا للنجاح أن كل مؤسسات التمويل الدولية وكل المنظمات الإقليمية تضرب المثل بمصر أنها إحدى دول خمسة. صحيح. من كل 190 دولة في العالم بقيت خمس دول، مصر هي الرابعة فيها التي لم تتأثر جذريا بما حدث سواء في وباء الكورونا أو في الأزمة النتائج الاقتصادية السلبية. صحيح. لما حدث في أوكرانيا. نعم. وهذا يعني نموذج وتجربة ننقلها لأشقائنا. الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية هي السبيل إلى النجاح والتنمية، خصوصا برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ منذ 2016. لهذا عندما جاءت هذه التحديات كنا نقف على أقدام ثابتة. نعم. فلننقل هذه التجربة بكل ثقة إلى أشقائنا وأصدقائنا، وأعتقد أنهم مقتنعون مسبقا بهذا النجاح. إنما لازم ننزل لأرض الواقع ونستخدم الصلات التي أنشأتها مصر بكل الأطراف. نحن نتحدث مع كل الأطراف كدولة محضر خير كما نقول بالمعنى الدارج. نعم. وتستطيع أن تقدم النصح وأن تقدم كثير من الوسائل التي تؤدي إلى وحدة الشعوب العربية داخل بلدنا. بالتأكيد. شكرا جزيلا لسعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق.